بالتعاون بين مجلس مدينة بانياس واتحاد الحرفيين بطرطوس وبحضور فعاليات رسمية وأهلية، افتتح في مدينة بانياس سوق المهن اليدوية الدائم. اليوم افتتاحيته مثل ما شايفين، أول شيء حلم تحقق للحرفيين، بالإضافة أنه ما كان يعمل في منزله أصبح عنده منشأة خاصة اللي هو قادر أنه يروج منتجه من خلالها. بنشوف كل الشرائح موجودة بالسوق، عندنا تميز مختلف تماما. سوق بانياس للمهن اليدوية يضم تقريبا 40 محل، سلمناه ل 40 حرفة، جميع أنواع الحرف، أغلب الحرف كانت تشتغل ببيوتها، يعني رح يكون إن شاء الله لهم قفزة نوعية بالتسويق وبالإبداع. السوق يضم أكثر من 40 محلا تشمل كافة المهن اليدوية من المشغولات والخشب والقش والخيزران والفخار والأقمشة، بالإضافة للمواد الغذائية. مهنتي هي تربية النحل، عندي منحل بنتج منه عسل وشهد، عسل بشهد وشمع عكبر. مهنتي دوتنج ماندالا، يعني هي مهنة جديدة وحرفة نادرة لحد الآن ما أنا موجودة، مثل ما أنك شايف تنقيط بالأكريليك على الخشب بس بشكل متناظر. سوق إن شاء الله يا رب يحقق لنا نجاح، نوصل فكرتنا للعالم ويصير في تسويق. أعطانا مكان تواجد ما كنا نحلم فيه، ويعني مكان وقريب من البلد وقريب من الناس وهيك سهلنا أمورنا. إن شاء الله بيكون فرصة تسويق للمنتجات إحنا كنا عم نعمله وكانت مدفونة وهلأ بينت للعنى إن شاء الله. انطلاقة هذا السوق ضمن مدينة بانياس ستحقق دعما دائما لأصحاب الحرف التراثية وتسويق منتجاتهم المتنوعة وضمان استمرار هذه الحرف التي تمثل أصالة وحضارة محافظة طرطوس. محمد حسن، الإخبارية السورية، طرطوس.